إذن اليوم 12 من أغسطس نحتفل باليوم العالمي للشباب، وهي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها الشباب في عصرنا الحالي الجيل زي، والذي يشمل الشباب الذين ولدوا بين منتصف التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا جيل يواجه ضغوطات نفسية غير مسبوقة نتيجة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا والمجتمع. للحديث عن كيفية صمود هذا الجيل أمام هذه الضغوط النفسية نستضيف مباشرة من الرباط دكتور فيصل الطهاري الاختصاصي في علم النفس العيادي. صباح النور دكتور فيصل. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. إذا ذكرنا في البداية ضغوط مختلفة وأقوى يواجهها هذا الجيل، أخبرنا عن أبرزها. صحيح، جيل زاد هو جيل الشباب، هي الفئة النشيطة في المجتمع. نعلم جيدا أن مؤشرات التنمية البشرية في العالم وفي كل المجتمعات تعتمد على الفئات النشيطة والشباب ومعدل ومستوى النمو الديمغرافي عند الشباب في كل بلد، وما يمكن، لأنه هو يعتبر بالفعل جيل الإنتاج بامتياز. جيل زاد أو الذي حدده أغلب علماء الديمغرافية بحيث أنه هم مواليد سنة 1995 إلى حدود سنة 2010 والعقد الأول من الألفية الثانية، هو جيل يختلف عن سابقه، والذي كان أيضا بجيل واي، جيل الألفية الأولى. يعني هو جيل التكنولوجيا بامتياز، جيل الانترنت، جيل مواقع التواصل الاجتماعي. قد يظهر لدى الكثيرين بأنه جيل ربما يتمتع بامتيازات عن غيره، ربما هي سرعة الحياة، ربما هي الوصول إلى أشياء يعني يمكن أن نقول أنها كانت صعبة في الأجيال القادمة، خاصة منها المعلومة. نعلم جيدا أنه بنقرة أو نقرتين يمكن أن يحصل هذا الجيل على كل المعلومات، تتوفر له المعلومة الصحية، المعلومة السياسية، المعلومة الاقتصادية، حتى مستوى التعلمات أصبح اليوم بسيط. لكن الصعوبات تمشي في اتجاه أن في ظل هذه الطفرة التكنولوجية وهذا التطور التكنولوجي أصبحت بالفعل الحياة صعبة في يعني في مجالهم، الحصول على العمل أصبح صعب، النمو الديموغرافي أصبح كثيف ومكثف جدا، بحيث أصبح الكثير من دول العالم الثالث لديها طاقات شابة كثيرة، لكن بأن تلج سوق الشغل أصبح بالفعل مشكل يعني كبير. إذا هذه المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية التي تجعل من يعني من هذا الجيل أن يأخذ حقه أصبح ينعكس على صحتهم النفسية، وأصبح بالفعل يعيشون ضغط وتوتر في حياتهم اليومي، مما يؤدي إلى ظهور الكثير من الأعراض النفسية والاضطرابات النفسية. لذلك في نفس الوقت بكل تلك الامتيازات التكنولوجية والرقمية أصبح بالفعل هو أكبر جيل يعني يعاني نفسيا، وأكبر جيل يعاني من التوتر والقلق في حياته اليومية. نعم، يعني دكتور عندما تقول من 95 ل 2010 نحن نتحدث عن فئة عمرية من بداية سنوات المراهقة 14-15 سنة تمتد حتى يعني 30 تقريبا، هي شريحة واسعة جدا من الشباب الآن موجودة. هذه الشريحة من الشباب لها تحدياتها، ذكرت طفرة المعلومة، ذكرت أن المعلومة اليوم هذا التطور السريع جدا، هذه الطفرات التي حدثت وظهرت وضعت ضغط أكثر على هؤلاء الشباب. نعرف أنه أول مجالات التعامل مع التكنولوجيا وطفرتها والأكبر ربما التي تتعرض لها هذه الفئة العمرية هي وسائل التواصل الاجتماعي. أخبرنا عن هذا الجانب، وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أثرت على الضغوط التي يتعرض لها هذا الجيل. نعم صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت العالم بالفعل قرية صغيرة جدا، بحيث أنه من أكثر الأشياء التي تؤثر بشكل سلبي في هذا الجيل الشاب هو المقارنة التي يمكن أن يقوم بها كل شاب وشابة وهو في بيته وهو في غرفته أمام هاتفه أو حاسوبه، بأن يرى
ربما شخص آخر في نفس سنه يعيش حياة أخرى. نعلم جيدا حياة المؤثرين والمؤثرات وحياة مواقع التواصل الاجتماعي فيها كل ما هو جميل، فيها السفر، فيها المطاعم، فيها الفنادق، فيها المسابح، فيها يعني أشياء تثير المراهقين وتجعلهم بالفعل يشعرون. دراسات كثيرة ركزت على مدى تأثر الشباب وهذا الجيل النشيط وهذا الجيل الذي تعتمد عليه كل الشعوب في الإنتاج، بأنه يتأثر على المستوى النفسي بشكل كبير من خلال أنه يقارن حياته ومعيشه اليومي بحياة الآخرين وحياة غيرهم، فبالتالي يتسرب إليه الإحساس بالفشل، مع العلم أنه هو ليس بفاشل، ومع العلم أنه في بداية حياته ويمكن أن يفعل الكثير، ويمكن أن يحصل درجات علمية، يمكن أن يدرس، يمكن أن يعمل، يمكن أن يكون فاعلا في مجتمعه. لكن هذا الوصول السهل والتأثر بالربح السريع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي جعل بالفعل هؤلاء الفئات لا يشعرون بالمتعة والاستمتاع في حياتهم، بل يقضون جل أوقاتهم في تصفح ما قدم نعم عليه الآخر أو ما وصل إليه الآخر في ظنهم أنه نجاح، بأن ينعكس وأن يسقط نفسه بمقارنة مع هذا الشخص أو هذه الفتاة أو نعم المراهقة أو هذا المراهق، فيشعر بالفعل بأنه لم ينجح في الحياة ولن ينجح في الحياة، لأن ليست له المؤهلات وليست له الموارد التي يمكن أن يكون الآخر استفاد منها وهو لا. طيب دكتور فيصل، يعني دعني أفتح باب جديد. دائما ما نلقي اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هنا الأهل ليسوا أقل تأثيرا على أبنائهم. ما يشاهدونه ويقارنون أنفسهم به على وسائل التواصل الاجتماعي نطالبهم نحن به وأضعاف كأهل وكمجتمع محيط بهذا الشاب. نطالب، لا نطالب بنجاح أكاديمي، نطالب بتفوق أكاديمي، تفوق رياضي يصل إلى حد البطولات الأولمبية، تفوق موسيقي، تفوق في كل شيء. نحن لا نقبل من أبنائنا أقل من التفوق في وقت أصبحت فيه إحراز شيء صعب جدا. مهارات، يعني في السابق كان كلمة مهارات كلمة بسيطة، إذا كانت لديك أي مهارة تعتبر أنت من أصحاب المهارات. الآن أصبح باب كلمة مهارات مرعب بالنسبة لهؤلاء الشباب في هذا الوقت. كيف نستطيع نحن كأهل أن نتغير من أو نتحول، نؤدي دورنا في دعم هؤلاء الشباب، ونتحول من ضغط أكثر عليهم إلى عامل مساعد في أن يواجهوا كل ما يتعرضون له؟ صحيح، ملاحظتك في محلها، ويمكن أن نقول أننا لازلنا أيضا حتى في هذه الفكرة لازلنا في موضوع المقارنة، بحيث أن صحيح حتى ولوج الوالدين إلى مواقع التواصل الاجتماعي يجعلهم يقارنون أبناءهم الذين يعيشون معهم في المنازل بأبناء غيرهم وبشباب آخر ربما حقق ذاته في مجال معين، فيصبح ذاك الأب أو تلك الأم عامل للضغط على بنته أو على ابنه: ألم ترى فلان ماذا فعل؟ ألم ترى أن فلان نجح في حياته؟ ألم ترى أن فلان يلعب الرياضة الفلانية؟ فيصبح بالفعل أنه ضغط، حتى أنه هذه المهارات بل حتى الهوايات لم تعد اختيارية بالنسبة للأطفال وللشباب، أصبحت إلزامية. لا، نلاحظ أن حتى الوالدين ربما يسعون إلى تحقيق ذواتهم وتحقيق يعني ما كانوا بالأمس يفشلون فيه في أبنائهم، وهذا بالفعل خاطئ وفكرة خاطئة جدا بعيدة كل البعد عن ترك المجال للطفل منذ طفولته بأن يختار، بأن ننمي المهارة. إذا كنا نريد بالفعل توجيهه لرياضة معينة أو إلى التفوق في مجال معين، يجب أن نعتني به منذ الطفولة، يجب أن نكون حريصين على أن يختار المجال الذي، بل حتى التوجه الدراسي إذا كان علمي أو أدبي أو تقني يتدخل فيه الوالدين. فبالتالي هذا الضغط الذي يعيشه المراهق بشكل آخر يعيشه آباء وأمهات المراهقين بشكل آخر، بحيث أنهم يرون بأن الحياة أصبحت صعبة، وبأن يعني إلزامية التفوق كما ذكرتي أصبحت مهمة. اليوم لا نكتفي فقط بأن تنجح في مسارك الدراسي، بل أن تكون متفوقا فيه لتحصل على، بل حتى التوجهات العلمية يعني ما بعد الثانوي أصبحت مبنية على المهن.
أي مهنة يمكن أن تدر على هذا المراهق؟ أصبح اليوم الشباب يفكرون بالمدخول المادي، بأي مهنة يمكن أن تعطيه أموال طائلة، وأحيانا يميلون إلى الربح السريع، وهذا ما جعل الكثيرين اليوم من شباب اليوم يميلون إلى التجارة الإلكترونية، يميلون، بل أصبحت فكرة الدبلوم أو أصبحت فكرة الماستر أو الدكتوراه أصبحت فكرة قديمة عند هؤلاء، يعني الدرجات العلمية أصبح يستهان بها، لأن بالفعل أصبح الكل يفكر في مجال يمكن أن يدر الأموال الطائلة، يمكن أن يكون فقط يعني يضع مقاطع في اليوتيوب ويمكن أن يدر مبالغ مالية، لا يهم المحتوى الذي يمكن أن ينشره، وهذا ما يجعل بالفعل أن حتى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديوهات أصبحت مملوءة عن آخرها بالتفاهة، لأن الكل يمشي في اتجاه أن يعني أن نصل إلى الربح السريع وإلى التفوق المادي المالي، لا إلى ترك البصمة في الحياة. وهنا لا نحمل المسؤولية فقط على الآباء والأولياء، بل حتى على المؤسسات الرسمية ومنها التعليم والمدرسة، في توجيه الآباء والأبناء إلى طرق جديدة في التدريس في التعليم، لتحبيب هؤلاء الشباب اليوم إلى التحصيل العلمي وإلى الدراسة وإلى السهولة إلى ولوج منصات البحث العلمي. يجب أن تكون مواكبة بين هذا التقدم التكنولوجي الرقمي وبين يعني طرق التدريس يعني والتوجهات الرسمية في التعليم للمؤسسات، من أجل أن نعيد يعني اليوم الشباب إلى فكرة النجاح المبنية على الدراسة وعلى التعليم، وأن يصبح نعم بالفعل الشاب مثقف يمكن أن يتكلم معك في مواضيع مختلفة، لا فقط محصور في مجال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يعني، وهو ما أعتقد أنه يستدعي ربما مشاريع وطنية، زكاة رسمية أو غير رسمية، للتكاتف والعمل معا لإنجاح، لأنه نحن نتحدث عن الجيل القادم. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور فيصل الطهاري، الاختصاصي في علم النفس العيادي، كنت معنا مباشرة من الرباط. شكرا جزيلا لك.